عليكم شلون كنت الله وان شاء الله تكونوا بخير. وانا معكم سجان رحمان بشرح ماده الاطفال الجامعتنا. المحاضره هاي تحكي عن الفيزيرال ليشمانياسيس، الاسم الثاني كالا ازار او بلاك فيبر. تمام. الاوبجكتيف انه اسوي ديفينيشن للفيزيرال ليشمانياسيس واللايف سايكل مال تعرفها، البريزنتيشن مالته واللابراتوري تيست اللي اسويهم حتى اسوي له دايجنوستس والمانجمنت، واخر شيء البريفنشن. الايتيولوجي والابيديميولوجي. اول شيء هذول بهذا السلايد اعرف لي 3 امسكيوات او 4 تقريبا، انه هو زونوتيك ديزيز الفيزيرال ليشمانياسيس. زونوتيك ديزيز ليش؟ لان يجينا من الساند فلاي اللي هي ريسيرفير مالته. تمام. الكوزيتيف ايجنت مالته اللي هو ليشمانيا دونوفاني. تمام. و يصيب لنا ممكن الريتيكولو اندوثيليال سيستم. تمام. فزونوتيك ديزيز ليشمانيا دونوفاني هو الكوزيتيف ايجنت مالته، ويصيب لنا بالجسم تحديدا الريتيكولو اندوثيليال سيستم، وعنده تو ستيج اللي هو البروماستيغوت والاماستيغوت. البروماستيغوت هي الانفكتيف ستيج اللي تكون داخل الساند فلاي، هاي فتح حشره. تمام. فهاي الحشره لما تيجي تعض الانسان شنو راح تنطي؟ البروماستيغوت. هاي البروماستيغوت راح بالجسم تتحول الى اماستيغوت، من خلال هاي الاماستيغوت راح شنو نحدد ها كدايجنوستيك ستيج على الامستيكوت. تمام. الفرق الامستيكوت عن البروماستيكوت، نكون الامستيكوت افلاجيليتد ما بي فلاجيلا. تمام. اللي هي هذا هيك شكله يكون الامستيكوت، بينما البروماستيكوت هيك ها. تمام. بتكون فلاجيليتد. تمام. هاي لايف سايكل قلنا ساند فلايت، تجي تعض الانسان تنطي البروماستيكوت وبالجسم تتحول الى امستيكوت، وبالامستيكوت هذا بعدين يرجع تحول تجي تاخذ الساند فلاي، وبداخل الساند فلاي يرجع الى بروماستيكوت، وهكذا تدور الحياه. ساند فلاي هي ترانسميشن اللي هي تسوي له ترانسميشن. تمام. هو الريسيرفير مالته، فايضا هاي كام سي كيو تجينا. تمام. عندنا اللي هو هذا الامستيغوت يكون شنو انتراسيلولار ستيج، لما يكون بحاله الانتراسيلولار داخل الخليه تحديدا الماكروفاجز. تمام. اللي هي سيلولار اميونتي، هاي بعدين راح نعرفها. intracellular stage. تمام. راح يكون عندنا small uninucleated ovoid body اللي هو الامستيغوت. ايش يسمونه؟ يسمونه ليشمان دونوفان body. فلما نقول ليشمان دونوفان body لا تخبط عليه كوتلاس او لا تنخبص، هو نفسه الامستيغوت اللي هو يعتبر كدايجنوستيك ستيج، ويكون وين هذا؟ intracellular. intracellular و uninucleated. تمام. الباثوجينيسيس مالته قلنا وين يروح؟ على الريتيكولو اندوثيليال سيستم، على التشو اللي بيه الريتيكولو اندوثيليال سيستم. وين مثلا؟ بالليفر، بالسبلين، بالبون مارو، بالليمفاتيك تشو، والسكن. اذا كان بروجريسيف كلش عالي هذا التقدم مالته الليشمانياسيس، راح ممكن عندنا سبلينوميجالي، هيباتوميجالي، انيميا، وثرومبوسايتوبينيا، او بشكل عام راح عندنا الى بانسايتوبينيا. الكلينيكال بريزنتيشن مالت الفيزيرال ليشمانياسيس هو مقسم الى 5 ستيج. تمام. وكل ستيج بها فد نقاط مهمه. تمام. لازم نعرفها، ممكن تجينا في ام سي كيو. اول شيء خلينا نعرف انه الانكيوبيشن بيريد مالت الفيزيرال ليشمانياسيس هو من 2 الى 6 سنوات. تمام. والليشمانيا دونوفاني من 2 الى 6 عفوا 6 سنوات شنو من 2 الى 6 اشهر 6 اشهر 6 مونث. تمام. يعني مو شغلات ايام واسابيع. فلما تجي يعني مونس او ليشمانياسيس قبل اعرف انه الانكيوبيشن بيريد مالته من 2 الى يعني مونس. تمام. وهي بعد تعرف انه هي من 2 الى 6 اشهر. تمام. عندنا اليونجر ايج والمال نيوتريشن، هذول البروجريشن مالتهم يكون رابط. مثلا اذا واحد طفل عمره 7 سنوات وواحد عمره خلينا نقول 3 سنوات. تمام. 1 7 1 3، فهذول الاثنين راح مصابين بالليشمانياسيس. هنا البروجريشن مالته بالثلاث سنوات راح يكون سريع، بحيث يتحول من سب كلينيكال الى اكيوت بسرعه يوصل، يعني اسرع من هذا اكثر. وكذلك اللي يكونون مال نورشت تشايلد راح ايضا يكون رابيد بروجريشن عندهم. هذا الكلينيكال الستيج مالت الكلينيكال بريزنتيشن مالت الفيزيرال ليشمانياسيس، اللي هو اول شيء سب كلينيكال. الستيج الاول نوب اوليجو سيمبتوماتيك، اوليجو يعني شويه، وسيمبتوماتيك اللي هو الاكتيف والتيرمينال، واخر شيء مرحله تجينا ما بعد العلاج اللي هي يسمونها البوست ديرمال، وهي شيء اسهل نعرفها. اول شيء سب كلينيكال الفايف ستيج مالت الكلينيكال بريزنتيشن مال الفيزيرال ليشمانياسيس اللي هو السب كلينيكال. تمام. هاي السب كلينيكال هي السب كلينيكال يعني شو تكون؟ يكون عادة يا اما ماكو اصلا سيمبتومز، او ممكن اذا كانت موجوده فمو كلها تكون موجوده، وتكون كلش 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 مايلد. تمام. فالسب كلينيكال اغلب يعني هو يكون مور فريكوينت، يعني اكثر الجهال اللي يكون او اغلب البيشنتس اللي يجونا، يعني تشخصهم ب
كالا أزار تمام بأي طريقة، راح يكون أكثر شيء تكونون بحالة أو بستيج يا هي السب كلينيكال ستيج، فهي المور في الكوانت ستيج بالكلينيكال بريزنتيشن مالت البزر ليشمانيازس منيا السب كلينيكال تمام، يعني منو السب كلينيكال ستيج، فهاي ممكن تجيك ام سي كيو. منو المور في الكوانت ستيج بالفيزر ليشمانيازس يا هي السب كلينيكال، بعد شنو هنا ما راح تصير انفكشن، ليش؟ لان المناعه مالتك بعد هي توب، فما راح يصير سوبر انفكشن بالبكتيريا، يعني البكتيريا بعد ما راح ما تقدر ان تستغل المكان. والفيفر هاي شو تكون كلش مايلد، كلش مايلد وماكو توكسين يعني تمام، هاي بسبب كلينيكال. الاوليغوسيمبتوماتيك، الاوليغوسيمبتوماتيك اوليغو يعني شويه، يعني شويه اعراض زين. يمتى تبدي هاي الاوليغو؟ بعد فيرست ويك تمام، فيرست ويكس فيو ويكس عفوا تو مونث مثلا، فد خمس اسابيع الى شهر انه تبدي منه الحاله الستيج مالت الاوليغوسيمبتوماتيك. هنا شو تكون ايضا مايلد سيمبتوم مثلا مالايز انترميتنت دياريا و activity tolerance مالته يكون بور و intermittent fever تمام. والسبلين هنا بالoligosymptomatic تمام، بالoligosymptomatic stage راح يبدي السبلين begins to enlarge تمام. فين يمتى يبدي السبلين يعني enlarge؟ بمن بالoligosymptomatic stage اللي هي تقريبا first few weeks to months من disease. وهنا ايضا الليبر يبدي enlarge تمام mildly. اغلب الحالات اللي توصل مرحله الستيج مالت الاوليغوسيمبتوماتيك اغلبها شنو ريزولف وذاوت ثيرابي تمام، يعني هو عبر السب كلينيكال وصل الى مرحله الستيج الاوليغوسيمبتوماتيك، وايضا اغلب حالاتها شو تكون ريزولف وذاوت ثيرابي تمام. هسه الحاله اللي هي تكون الاعراض بها كلش هواي اللي هي السيمبتوماتيك او الاكتيف ديزيز اللي هي الستيج الثالثه من clinical presentation مالت الفيزر ليشمانيازس، هنا الأعراض مالت تكون فيفر مو مايلد، لا تكون هاي فيفر. السبلين ما راح يكون اللارج شوية تمام، راح يكون ماركت سبلينو ميجالي كلش مضخم، يعني تشوفه انت واضح عليك يعني او واضح يعني تشوفه، وهيباتو ميجالي يكون ايضا ماركت وسيفير كاتاكسيا يكون الطفل ضعيف. وهاي يمتى يبدي السيمبتوماتيك او الاكتيف ديزيز او الاكتيف ستيج من الفيزرال ليشمانيازس؟ تبدا تقريبا بعد 6 شهور من بدايه الديزيز من الاونست مالت الديزيز تمام، فتكون هاي فيفر ماركت سبلينوميكالي وهيباتوميكالي وسيفير كاتاكسيا، وتبدون هذول بعد 6 شهور من الاكسبوجر او من بدايه الديزيز. الفيفر مالته اللي قلنا عليها هاي شو تكون؟ تكون بيها صفتين يعني، اللي هو الام ار ريميتد وممكن تكون انترميتد، وغالبا تكون ريميتد انه تصعد وتنزل بس ما توصل للنورمال تمام، ما توصل ل 37.2 اللي هي النورمال مالتنا تمام، فهي تبقى فوق توصل ل 39 ل 41 ترجع ل 38.5 وهكذا، بس ما توصل ابد ل 37.2 تمام. هاي ريميتنت فيفر، او ممكن يكون انترميتنت لا ممكن توصل ل 37.2 يعني ممكن توصل للنورمال. فشي كلش كاركترستيك بالليشمانيازس تمام، انه هي تكون الفيفر مالتها دبل ديورنال بريودوسيتي. هاي يعني شنو دبل ديورنال بريودوسيتي؟ انه تو سبايكس دايلي، تجي تو سبايكس فيفر دايلي، يعني شنو؟ انه خلال يوم واحد مرتين تزداد درجه حرارته فد يعني زياده فظيعه. مثلا الصبح الساعه 9 قاسم درجه الحراره تلقوها مثلا 39 تمام، قللوها بطريقه ما تمام، الساعه 7 مثلا المغرب او 7 بالليل رجعوا قاسوها لقوها 41 تمام، فهاي زادت مرتين فد زياده فظيعه. هاي الفيفر مالته فيسموها تو سبايك فيفر ديلي، يسمونها المصطلح اللي هو دبل دايورنال دايورنال بريودوسيتي. هاي بالفيفر يمتى تكون بالسيمبتوماتيك بالاكتيف ديزيز تمام، هاي ايضا فشي مميز. فلما يقول لك وين تكون موجوده هاي الدبل دايورنال بريودوسيتي او فيفر، فتقول له بالسيمبتوماتيك او الاكتيف ستيج اللي هي تحديدا الثيرد ستيج من الكلينيكال او عفوا الكلينيكال برزنتيشن مالنا ما الفيزر ليشمانياسيس. ايضا بالاكتيف هاي راح تكون الليمفادينوباثي عنده دياريا هنا، ليش؟ لان راح ممكن يصير عنده سكندري انفكشن. هنا بحاله الاكتيف ستيج راح يكون الاميونيتي مالته راح تقل تمام، وممكن يصير عنده سوبر انفكشن مثلا ببكتيريا، والبكتيريا ممكن يكون بالباول وتؤدي الى دياريا. الستيج الرابع اللي هي ات ذا تيرمينال ستيج ستيج اوف ذا كالا ازار، راح يصير عنده النوب الهيباتو سبلينوميجالي مالته راح يكون ماسف كلش كبير، وجروس ويستنج تمام، وبان سايتوبينيا النوب، البان سايتوبينيا ايضا تكون كلش هواي واضحه عنده، والجوندس وإدمة واسايتس. الانيميا مالته راح تكون ممكن تؤدي لنا بالاخير الى هارت فينر الى وبليدنج تندنسي تكون عند هذا البيشنز.
بليدنج تندنسي ممكن يكون بسبب يعني اول شيء البانسايتوبينيا، والسبب الثاني اللي هو الليفر ديسفانكشن راح يصير عنده. هذا الليفر ديسفانكشن راح يؤدينا الى نقصان تكوين الكلوتينج فاكتورز، بتكون عند هذا الطفل بليدنج تندنسي، تحديدا عاده يكون ابيكستاكس. تمام، ابيكستاكس عفوا. هذا ايضا ام سكيور يعني حكى عليه الدكتور، انه بالليت ستيز يعني من الكالا ازار او مثلا من الفيزرال ليشمانياسيس، الاكثر كوز للموت للدث بهذول الاطفال اللي واصلين مرحله الليت ستيج من الفيزرال ليشمانياسيس، يكون مسبب الموت انه صار عندهم سكندري بكتيريال انفكشن. يعني مو ماتوا من نفس الكالا ازار، لا، صار عندهم سكندري بكتيريال انفكشن، هم بالاصل عندهم كالا ازار، انه صراحه يكون ممكن كومبليكيتد تو ذا ديث. تمام، فهي يقول لك الموست فريكوينت كوز اوف ديث افتر ليت ستيج اوف ليشمانياسيس از سكندري بكتيريال انفكشن. هذا قال لنا سكيو كلش مهم عليه. الديث لما يوصلون يعني البيشنت لما يوصل الى مرحله التيرمينال ستيج من كالا ازار، فمعدل الديث ما تكون مور ذان اكثر من 90% اذا كان البيشنت ويزاوت تريتمنت. تمام، فالبيشنت اللي يوصل لمرحله التيرمينال ستيج من الكالا ازار او من الفيزرال ليشمانياسيس وما معالج او ما اخذ تريتمنت، فهذا 90% من عندهم راح شنو يموتون او يتوفون. هذا الماركت سبلينو ميغالي. تمام، سبلينو ميغالي. هنا هاي اللي هو الكاترنج. كاترنج هاي انه طبعا هو علامة تمام الى الكرونيسيتي مالت المرض. ليش هاي الكاترنج؟ هنا انه اهل هذا الطفل البيشن تمام اخذوا اكثر من طبيب وما اشخصوا. تمام، مثلا راحوا من هذا الطبيب ورا اسبوع اعطاهم هذا الطبيب مثلا في العلاج معين، ورا اسبوع راحوا الطبيب ثاني، ورا 10 ايام، ورا اسبوع ورا 3 اسابيع راحوا الطبيب ثاني، وبعدهم هم واصلين الى دايجنوستس معين، فايش راحوا شنو تشووا هاي تشوه راح تظهر علي هاي العلامات على بطنه. تمام، فهاي العلامات لما اشوفها على طفل عنده سبلينوميغالي وعنده هيك علامات على بطنه، راح شنو راح اقول انه هذا الليشمانياسيس مالته كلش كرونيك، يعني داخل بالكرونيسيتي مالته، يعني عابر هاي الليت او التيرمينال ستيج كلش عابر، يعني عابر فد اربع مراحل. فشوف ايش قد واصل عنده في الكلينيكال برزنتيشن او كلينيكال فيتشرز الثانيه راح تكون موجوده عنده. تمام، فالكاترنج راح هو انديكيت للكرونيسيتي اوف ذا كالا ازار او الفيزرال ليشمانياسيس. الانفستيجيشنز اللي ممكن اسويها مثلا CBC راح القي عنده بانسايتوبينيا، سيفير انيميا، وليوكوبينيا. ليوكوبينيا اكثر شيء راح تكون نيوتروبينيا، النيتروفيس يعني قليله، ممكن ماكروفيس. واللمفوسايت هنا ما تكون متاثره كل شيء هو اللمفوسايت. تمام، ليفر فانكشن تيست راح اسوي له الجي عند الالبومين ليفرز قليله. تمام، بس بالجهه المقابله راح القي عنده هايبر جاما جلوبينيميا. تمام، الاميون جلوبينيس راح تكون مرتفعه وتعديل اي جي جي. زين، ليش هايبر جاما جلوبينيميا؟ احنا عندنا هيومورال وسيلولار اميونيتي. تمام، خطين، واحد سيلولار واحد هيومورال. السيلولار اللي هو متمثلا باليوكوسايتس وغيرهم، قلنا احنا اصلا صار بالليشمانياسيس راح يصير عنده ليوكوبينيا. تمام، او بانسايتوبينيا بشكل عام. تمام، فالسيلولار يعني شنو جاي يقل كفاءته كلش قليله، فالهيومورال ما راح يبقى يباوع، لا، راح يسوي كفه كومبوزيتوري ميكانيزم ويعدل او يحاول يزود من جهده او من كفاءته حتى يعوض النقص اللي صار بكفاءه السيلولار. فايش راح يصير؟ راح يصير عنده هايبر جاما جلوبينيميا، وتحديدا الاي جي جي هو يكون الفيتد. ايضا راح يكون elevated hepatic transaminase. تمام، فلما يكون هايبر جاما جلوبينيميا ايضا راح نقول هاي علامه الى للفيزرال ليشمانياسيس. بعد بالاستيجيشنز اللي سويت بعد السي بي سي بعد الليفر فانكشن تيست، اسوي سيرولوجي اللي هم الايفات والالايزا، وهذول الايفات والالايزا ممكن يعطون فولس نيجاتيف. فولس نيجاتيف يمتى؟ فولس نيجاتيف لما يكون اميون ديفيشنت. طبعا فولس نيجاتيف انه هو اعطاني نيجاتيف، يعني لما نقول احنا نيجاتيف تيست معنى هذا الشيء اللي ادور عليه ما موجود، بس هو ممكن يكون هذا النيجاتيف عاده فولس بالسيرولوجي. يمتى؟ انه هو صح نيجاتيف بس لا احتمال موجود. ليش؟ بحالات الاميون ديفيشنت بيشنت اللي هم مثلا عندهم ايدز. بعد بالدايجنوسيس تمام او بالانفستيجيشن ممكن اسويها اللي هم ممكن توصلنا الى ديفينيتيف دايجنوسيس، فهذا ممكن يجي كاسي اللي يقول لك شلون هاو تو جيت ذا ديفينيتيف دايجنوسيس اوف فيزرال ليشمانياسيس. فطريقتين يكون اللي هو مايكروسكوبيكالي ديمونستريشن اوف ذا ماستيجويد. تمام، اشوف الامستيجويد بالتيشوس بيسمنتس. تمام، بعد ما اصبغها بالجيمس ستين. طبعا او ممكن ايزوليشن وبعد وايزوليشن اوف ذا اورجانزم باي كلتشر، واخلي على الميديا اللي هو الان ان ان ميديا. تمام، فهذول الطريقتين اللي هم
حتى حصل definitive diagnosis of visceral leishmaniasis. يعني مو هذا ممكن يجي كأسه. طبعا زين هذا الافضل طبعا مايكروسكوبيك اللي هو الامستيكود اشوفنا تمام اخذ سبيسمس من التشو وازرع الجنس ستين. زين منين اخذ السبيسمس؟ عاده ناخذهم من التشوس اللي يكون بها ريتيكولو اندوثيليال سيستم وتحديدا مثلا سبلين بون مارو والليمف نود اللي هم اكثر شيء واكثر شيء الافضل اللي هو السبلين. بعد بالانفستيجيشنز اللي اسويها مثلا ليشمانيان سكين تيست وهذا اللي هو يسمونه مونتينيغرو سكين تيست. هذا التيست هو مشابه للتيوبر كلين اللي نسوي به اختبار على مود التيب وهيك شيء. ايضا يعتبر فد ديلي تايب من الهايبرسنسيتيفيتي اللي هو التايب الرابع. هنا هذا المونتينيغرو ممكن يعطينا فد فو ايضا نيجاتيف تمام لما اسوي اني يكون نيجاتيف رغم انه هو عنده ليشمانياسيس. يمتى؟ لما يكون الديزيز او الليشمانياسيس واصل الى مرحله الاكتيف فيزرال ديزيز. اكتيف فيزرال ديزيز تمام. فلما يكون بهاي الحاله المونتينيغرو راح يكون شنو نيجاتيف. زين ليش راح يطلع نيجاتيف هو رغم انه المرض موجود؟ السبب انه بالاكتيف ستيج من الفيزرال ليشمانياسيس راح يكون الاميونتي كلش تعبانه. ف المونتينيغرو هنا انه الانتيجين هو نفسي تمام ليشمانياسيس انا اعطيه للجسم تمام حتى اشوف هنصير اميون رياكشن لو لا. اذا صارت اميون رياكشن معناه موجود هذا المرض. اذا ما صارت فمعناه ما عنده شيء تمام. فاذا ما صارت فبحاله الاكتيف فيزرال ديزيز من ليشمانياسيس او بالاكتيف ستيج هنا المناعه كلش تعبانه تمام. فلما انطي الانتيجين هذا بالمونتينيغرو سكين تيست راح يكون راح المناعه تعبانه فما راح يصير اميون رياكشن تمام. فراح يبقى شنو نقول فعبالنا احنا نيجاتيف وهو اصلا هو فعبالنا احنا ما موجود هذا المرض بس هو يعني بالواقع هو موجود بس لان الستيج اللي موجود به هو الاكتيف فراح يكون راح يعطينا نيجاتيف. فيمتى راح يقول لك الاني ستيج ذا مونتينيغرو سكين تيست مي بي نيجاتيف يقول لك بالاكتيف فيزرال ديزيز او بالاكتيف ديزيز او بالاكتيف ستيج اوف ذا فيزرال ليشمانياسيس تمام. فبالاكتيف ستيج راح يكون مونتينيغرو راح يكون نيجاتيف. هذا ركز عليه الام سي كيو ايضا. ديفرنشال دايجنوستس للفيزرال ليشمانياسيس احنا مثلا البيشنت اللي عنده برونكت فيبر ويكنس كاتاكسيا سبلينوميجالي وهيباتوميجالي وانيميا وبانسايتوبينيا وهايبر جاما جلوبينيميا هذول لما اشوفهم كلهم سوا في انديميك اريا راح اخلي ببالي مثلا اول شيء الفيزرال ليشمانياسيس واخلي بعد شغلات ثانيه مثلا ملاريا ميليتري تيبركولوسيس بروسيلوسيس تايفويد فيبر اميبيك ليبر ابسس وانفكشس مونونوكليوسيس والليمفوما والليوكيميا وسيستوسوميوسيس سيستوسوميوسيس عفوا. هذول ايضا ممكن يجون كاسي كدفرنشال diagnosis of the visceral leishmaniasis فأذكر له ممكن يقول لك أعطيني خمسة. treatment للvisceral leishmaniasis هو supportive وasymptomatic أفضل وasymptomatic ودراج ثيرابي. السبورتيف الأنيميا أنطي بلاد إلها أنطي بلاد يعني مو أنطي فد ايرون ويسي لا أنطي بلاد وحل السالفة. الانفكشن يعني أو إذا كان خطر انفكشن فأنطي antibiotics bleeding أنطي فيتامين كي والمال النوتريشن أعدد أسوي الهايدراشن وأعدد النوتريشن مالته تمام. الدراج ثيرابي هنا فد خمسة. الدراج ثيرابي عندنا في تقريبا 2 او 3 امسكوات كلش مهمين. اول شيء دراج اوف تشويس للفيزرال ليشمانياسيس اللي هو مجموعه كومباوندز اللي هم يسمونه بنتافالنت انتيمونيال اللي عندها فد شغل او بها فد علاجين اللي هم الصوديوم ستيبوغلوكونيت اللي يسمونه بنتوستام والثاني الميجلومين عفوا انتيمونيات تمام. هذول الاثنين ينتمون الى هاي المجموعه البنتافالنت انتيمونيال فهم هذول الدراج اوف تشويس للفيزرال ليشمانياسيس. هنا عندنا بالعراق استخدمون اكثر شيء هذا تمام يعني موجود اكثر شيء وهذا ما موجود فاللي وصل صوديوم ستيبوغلوكونيت اللي يسمونه بنتوستام الدوز مالته 20 ملي غرام الكل كيلوغرام يوميا تمام. فمثلا اذا كان الطفل وزنه 15 كيلوغرام فال15 اضربها في 20 ملي غرام راح شفتكم راح تصير تقريبا 300 ملي غرام يوميا انطي هذا الطفل تمام. اي في انجكتابل البنتافالنت كلهم طبعا انجكتابل ما عدا علاج واحد هسه راح ناخذه بالاخير فيكون انجكتابل اما اي في او اي ام ويفضل اي في. ليش؟ لان عنده هو بليدنج تندنسي فاذا اعطيته اي ام ممكن يصير عنده هيماتوما. الكورس مالته لمده 28 يوم تمام. الكيور ريت مالته انه الطفل يتحسن كلش عليه البنتافالنت اللي هم تقريبا من 80 الى 100%. هذا البنتافالنت بيفت سايد افكت مثلا فاتيغ اراثرالجيا الليفيتد ليفر انزيمز والكاردياك اريست ممكن يصير او عفوا كاردياك توكسيسيتي وهاي كاردياك توكسيسيتي ممكن توصل الى هارت بلوك. لذلك لما انطي بنتافالنت تمام مده 28 يوم راح يسوي لك كلش كم يوم اسوي له اي سي جي واشوف عن القلب مالته شنو وضعه.
العلاج الثاني اللي هو الأمفوتريسين بي. الأمفوتريسين بي هذا قليل يستخدمونه، بس هو كلش الكيور ريت مالته كلش عالي، تقريبا 100% يعني اغلبهم، يعني واحد انطي أمفوتريسين بي 100% من عندهم يعني يكون يتشافون، تمام. بس هو كلش كوست، تمام، لذلك يعني ما يستخدمونه هواي، وبيسايد افكت مثلا هايبوتنشن وفيبر ونيفروتوكسيسيتي. البنتاميدين ازيتايونيت، هذا اذا كان فد هاي ريسيستنت للانتيمونيال اللي هم ذاك البنتوستان، تمام، وغيرهم البنتافيلنت. اذا كان عندهم ريسيستنس عاليه يعني ليش مناسب يسوي ريسيستنس ضدهم، فينطونهم هذا البنتاميدين ازيتايونيت. مثلا ازيتايونيت ايضا قلنا البيشنت اللي عندهم ريسيستنت ممكن يصير عندهم ريلابس. البارومايسين، تمام، هذول اللي هم امينو جلايكوسايد اللي سوالف السوبر انفكشن اللي ممكن تصير. ايضا انترفيرون جاما، هذا انترفيرون جاما يعطونك از ادجنكتيف ثيرابي، ادجنكتيف انه يضيفون العلاج معين، مثلا يضيفون الامفوتريسين او ممكن يضيفون البنتابلنت، بس كوحده الانترفيرون جاما لا ما يعطونها الوحده، تمام، يعطونها ادجنكتيف، تمام. قلنا هذا الام سي كيو ايضا مهم اللي هو المالتيفوسين، هذا المالتيفوسين هو الوحيد اللي من الفيزرال ليشمانياسيس دراجز اللي شو يكون اورالي، تمام، هذا الوحيد مالتيفوسين هو الوحيد اللي يكون اورالي، والكيور ريت مالته 80 إلى 90%، تمام. الريسبونس للتريتمنت، انا اعطيت علاج واريد اشوف انا صارت ريسبونس للعلاج مالته ولا لا. زين شلون اعرف انه صارت ريسبونس؟ عندنا احنا من خلال الاعراض مالته والسيمبتومز مالته اشوف اذا تحسنت معناها صارت ريسبونس، تمام. عندنا فيرست ويك وسكند ويك وويكس تو مانث، تمام. الفيفر مالته و راح ترجع للنورمال خلال اسبوع، وكذلك الطفل راح اشوفه من شكله انه صار كل زين او تحسنت حالته، يعني خلال اسبوع هذني راح اشوفها ان الفيفر ترجع للنورمال والبيشنت ستارت تو فيل بيتر. بعدنا الهيموغلوبين مالته والوايت سيل كاونت راح يكون راح يزدادون، يرجعون يزدادوا، اللوكوسايت مالته ترجع تزداد، يعني البانسايتوبينيا جاي تتعدل، راح جاي يعني تصير اصح، تمام، او جاي يصير اللوكوسايت مالته جاي تزداد عددها ويرجع للنورمال والهيموغلوبين مالته جاي يزداد. فهذول يبدا اشوفهم هذول بعد الاسبوع الثاني الاسبوع الرابع، تمام. عندنا سيبلينوميغالي ريديوز، يمتى يقل السيبلينوم اللارجمنت مال السيبلين؟ ممكن ياخذ لاسابيع وممكن اشهر، لذلك ممكن اكو شنو هذا السيبلينوميغالي جاي يعطونا علاجه مثلا، وشاف الطبيب انه يابا اخذ صار له 4 أسابيع 5 أسابيع وبعد هذا اللارجمنت مال السيبلين ما رايح ما مختفي، فايش عباله انه دياجنوستس مالته خطا او مثلا عباله تريتمنت مالته خطا، فراح شو يسوي؟ لو يغير العلاج، لو يغير خطه يعني او انفستيجيشن جديده، وهي شو يريد عباله تشخيص ثاني عنده، تمام. بس هذا الشيء خاطئ، ليش؟ لان اللارجمنت مال السيبلين ما راح يقل بسرعه، ممكن ياخذ له اسابيع هواي، ممكن اشهر، ممكن شهرا وثلاث اشهر يلا يختفي هذا النوع بالارلاجمنت مالت السبلين، تمام. فهذول ايضا ممكن الريسبونس تو تريتمنت او ذا بزرال ليشمانياسيس، شلون خلال اول اسبوع الفيفر والبيشنت ستارت تو فيل بيتر خلال اول اسبوع والفيفر ترجع نورمال والهيموغلوبين والوايت سيل كاونت مالت امبروفد خلال اسبوعين 4 أسابيع والسبلين اوميجا يقل خلال اسابيع او ممكن اشهر. أو ممكن يصير عنده ريلابس هذا بعد ما أعطيت علاج، أو ممكن أو نون ريسبونسيفنس ما راح يستجيب العلاج. فإذا ما استجاب العلاج نفس العلاج اللي ذكرته فوق البنتافيلنت وغيرهم، بس شو أسوي؟ أزود الكورس مالت العلاج، مثلا بدل ما أعطي مدة 28 يوم أو شهر أعطي مثلا مدة شهرين والباقي نفسهم العلاجات. ذكرنا 4 ستيجات فوق بالكلينيكال بريزنتيشن، ذكرنا السب كلينيكال، ذكرنا الاوليجو سيمبتوماتيك، ذكرنا السيمبتوماتيك اللي هي الاكتيف، وذكرنا التيرمينال ستيج مالته. هسه عندنا فد حاله هاي تظهر، يمتى تظهر؟ بعد التريتمنت، بعد انا ما عالجت الطفل او بعد ما عالجت المريض راح تظهر كلينيكال بريزنتيشن جديد او ستيج جديده من الكلينيكال بريزنتيشن للفيزرال ليشمانياسيس، يسمونها بوست كالا ازار جيرمال ليشمانياسيس اللي هم البيكدل هاي تظهر بعد ما الطفل عالجته، تمام، وشوية تحسن، تمام. راح شنو تظهر عنده هاي البوست كالا ازار ديرمال ليشمانياسيس، هاي راح تكون العلامات مالت الديفيوز سكن ليجنز اللي هي هاي ليجنز تكون هايبوبيجمنتد وتكون اريثميتاس ونوديولر، وعادة تكون منتشره وين بالفيس والترنك، تمام، وهاي ممكن تستمر الى عده اشهر. يعتقدون انه السبب مات هاي الليجنز اللي تظهر بعد التريتمنت اللي هي هاي الحاله الستيج كلها اللي البوست كالا ازار جيرمال ليشمانياسيس اللي هي الفيفث ستيج من الكلينيكال بريزنتيشن، يعتقدون انه السبب انه الباراسايت انتقل من السيركيليشن وين قاعد جوا السكن، تمام، تجمع جوا السكن وسوانا هاي الليجنز.
أنتريشت مالتي بنتابرنت أنتمونيال أو ممكن هي ليجنز واحدة ورا فترة هي سبونتين واصلي وهذا نفسية الشكل مالتي هيجي يكون تمام اللي هي البكدر اللي هي بوسكال أزار ديرمال ليشمانياسيس. أخير شيء البريفينشن أنا بعد ما عايز شيء لازم أسوي أيضا البريفينشن ما ينتقل لغيره إنه أفويد الإكسبوجر للساند فلاي باعتبارها هي الناقل الحصر إلى كنترول أوف إنفكتشيوس سيرفير وتريتمنت أوف بيجز الشخص المريض أعالجه حتى ما ينقل المرض لغيره. ولحد هنا تنتهي هاي المحاضرة إن شاء الله تكون واضحة والأهم إنه ما طولت عليكم. شكرا وثيم الله.